بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد الدروس النظرية يا جماعة هندخل على طول ان شاء الله في الموضوع، ونيجي لأهم درس قبل أي مشروع في الدنيا، وهو درس الاستراكشر، ان انا ابني الاستراكشر، البنية الخاصة بالمشروع بتاعي. البنية دي يا جماعة هي الدايركتوريز او المجلدات اللي هيكون فيها الملفات بتاعتي. لازم يا جماعة يكون شغلك منظم، لازم 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 يكون شغلك منظم. طيب، بعد ما تعلمنا كورس بي اتش بي، عرفنا طبعا ازاي نعمل لوكال هوست، وعرفنا اللوكال هوست ببرنامج سواء الاكس اي ام بي بي او الوام سيرفر او اي برنامج انت تحتاجه علشان تعمل بيه سيرفر، لازم ترجع لدرس البي اتش بي في القناة عشان تعرف ازاي تعمل سيرفر زي ما قلنا، عشان ما نعيدش شرح الموضوع ونطول الكورس بتاعنا. جوه الاتش تي دوكس عندي هنا عملت انا زي ما انتم شايفين مجلد اسمه اي كوميرس، وهيكون فيه المشروع بتاعنا كاملا. عادي لينك الموقع يا جماعة اهو على اللوكال هوست اي كوميرس، والدرس موجود في كورس بي اتش بي اسمه سيت اب اند كونفيجر اكس اي ام بي بي. خليك ازاي تسطب برنامج الاكس اي ام بي بي وتعمل بيه لوكال هوست، وتحط الفولدر بتاعك بالشكل ده علشان تقدر تشغل مشروع البرمجة اللي هنشتغل عليه. طيب نيجي للاستراكشر. الاستراكشر يا جماعة ده هيكون شامل طبعا التصميم والبرمجة كامل. بعد كده هنبدأ نوزع فيه العناصر. ممكن في المستقبل خالص يجي لك فكرة او مكتبة او بلاجن جديد ينفعك في الشغل مثلا، مش عيب ولا في حاجة غلط ان انت تروح تضيف الستراكشر او الفولدر الخاص بالمكتبة دي، عادي جدا فيهاش اي حاجة. ممكن مثلا انا في بداية مشروعي مش هستخدم مكتبات خالص، وجيت انا في وسط المشروع بدل ما ابعت مثلا ميل بدالة البي اتش بي ميل هستخدم مثلا مكتبة زي البي اتش بي ميلر، والمكتبة دي بتطلب فولدر، هروح اعمل مثلا فولدر اسمه library او مثلا او lib او plugins واحط فيها ال php mail، مفيش اي مشكلة. احنا كل ده بنتكلم عن structure الاساسي او بداية المشروع تكون صح، تكون عارف يعني ايه structure، تكون عارف يعني ايه مجلداتك متنظمة، بدل ما اشوف ناس كتير بيحطت ملف css برا والصور برا ومش عارف الفونت لوحده وحاجات كتير بيكون فيها طبعا مشاكل كتير جدا جدا. اول فولدر عندي يا جماعه هيكون فولدر اللي اوت، اللي هو هيكون فيه التصميم بتاعي ده، اب تو يو، سميه لي اوت، سميه ديزاين، سميه مثلا سيمز زي ما تحب. طب احنا ليه بنحط سيمز ده جوه فولدر؟ ليه ما يكونش الملفات بتاعتي كلها بره؟ لسبب بسيط، لو انت في المستقبل حاولت تطور مشروعك ده وعايز تعمل المشروع ده زي الوورد بريس كده، عايز تعمله اكتر من ديزاين، فانا جوه السيم ده بعمل مثلا فولدر اسمه ديفولت. الديفولت ده هو الديفولت سيم بتاعي، وانا مع الديفولت ده عملت فولدر تاني اسمه بلو. بلو ده اللي هو الستايل الازرق، او سميته مثلا بلو سكاي او اي اسم انت عايزه. كده اصبح عندي انا سيم اسمه ديفولت وسيم اسمه بلو سكاي، ومن جوه السيتنج يجيب لي الاثنين دول اختار واحد منهم، او اخلي الشخص نفسه من لوحة تحكمه يختار ديزاين من الاثنين، زي ما كان يا جماعة بيحصل في المنتديات، وزي ما هو موجود في الورد بريس، تدخل اللوحة تختار السيم اللي انت عايزه. فبالتالي مفيش داعي ان انت تخلي الديزاين مرمي برا كده، الاحسن ان انت تحطه جوه فولدر هنا. طيب بالنسبة لينا احنا هنا ما عندناش اكتر من سيم، عندنا سيم واحد، فكفاية ان هو يكون جوه مثلا مجلد السيم او مجلد اللي اوت، كفاية يكون هو جوه. هعمل ملف فولدر css عشان احط فيه ملفات css كلها، هعمل فولدر اسمه js هيكون فيه ملفات الجافا سكريبت كلها، ملفات الجي كويري والبلاجنز اللي انا استخدمها والكلام ده كله. هعمل فولدر هنا اسمه images، ده هيكون خاص بالصور الخاصة بالتصميم، مش صور الابليكيشن يا جماعة، دي صور التصميم، لان انا هنا جوه اللي اوت التصميم بتاعي ده بيكون فيه صور، صورة لوجو، صورة مثلا في الفوتر اللي انت حطيتها، صورة مثلا جراديانت خلفية، كل ده هيكون خاص بالصور. عندي طبعا حاجة اللي احنا نستعملها كتير جدا وهي الفونتس. الفونتس موجودة في الفونت اوسم، وموجودة في لو هتستخدم فونت عربي مثلا، وموجودة في البوتستراب. مجلد الفونت بقى مجلد مهم جدا جدا جدا. عملنا اللي اوت موجود في المجلدات اللي انت شفتوها الخاصة بالتصميم. بعد كده هعمل مجلد مهم جدا اسمه انكلودز. انكلودز ده يا جماعة زي ما تعلمنا الانكلود في البي اتش بي، اللي هيكون فيه كل الملفات اللي انا عملها انكلود في المشروع بتاعي. انا عملت انكلود للهيدر، عملت انكلود للفوتر، عملت انكلود لكذا. كل الملفات دي مش هينفع ان انت تكون رميها بره هنا، لازم تكون منظمه وشغلك يكون صح. طيب جوه الانكلودز ده هيكون في ايه؟ كل حاجه جوه هنا هتكون انكلودز في الموقع، يعني انا عامل لها انكلود كل حاجه. جوه الانكلودز هعمل فولدر اسمه تمبلتس. يعني ايه تمبلتس؟
تمبلتس يا جماعه هي الحاجات اللي زي الهيدر، زي الفوتر، زي الناف بار، الحاجات اللي انا جوه، الحاجات اللي انا هروح استدعيها في كل صفحاتي مثلا، بس عباره عن تمبلت. طب ليه تمبلت وليه الانكلودز ده ما احطش فيه كل ملفات الانكلودز جنب بعض؟ عشان تقدر تفصل بين التمبلت وتقدر تفصل بين الفانكشنز. مثلا عندي انا ملفات فانكشنز برضو هعمل لها انكلود الملفات الفانكشنز دي، او مثلا هستدعي فانكشن منهم في صفحه معينه برضو ده يعتبر انكلود، لان مثلا ملف الفانكشن نفسه من فوق انا عامل له انكلود ورحت كاتب الفانكشنز تحت او الفانكشن اللي هشتغل بيها، فبالتالي الفانكشنز فصلتها عن التمبلتس. فانكشنز فيها فانكشن كتير جدا اشتغل بيها، التمبلت لا، في الهيدر، في الفوتر، في الناف بار، في البريد كرامب اللي هو ان انا اتنقل بين الصفحات، بالتالي ده كل ده اسمه تمبلتس، الحاجات اللي هي الثابته اللي بتحطها انت بالشكل ده. طيب عندي تمبلتس، عندي فانكشنز، عندي حاجه تانية مهمه جدا وهي اللانجوجز. انا الموقع بتاعي متعدد اللغات، فجوه اللانجوج هيكون في لغه انجليزي، لغه عربي، لغه فرنسي، اللغه اللي انت عايزها هيكون ليها ملف اللغه هنا، وعن طريق الانكلود هستعمله بناء على انا عايز اعمل ايه في الموقع. غيرت اللغه من انجليزي العربي، يروح جايب انكلود لملف العربي من جوه اللانجوج اللي انت شايفه ده. التسميات دي يا جماعه كلها شائعه، بس هي up to you، مفيش سيستم في العالم بيجبرك تكتبها بالشكل اللي انت عايزه. التمبلتس دي ممكن تسميها TBL، TBL اللي هي تمبلتس، تمبلت براحتك. اللانجوج دي ممكن تسميها لانج او لانجز زي ما انت عايز، كله up to you. الخلاصة من الدرس هو ان انت تنظم مشروعك، ما ترتبطش بيا ولا ترتبط بالبراكتس اللي انا عامله، ارتبط بس بان انت تفهم. مادام فهمت انتهى الموضوع، مادام فهمت هتعديني وهتطلع افكار جديدة وهتعمل كل اللي انت عايزه، لكن لو انت حفظت هتفضل دايما ورايا ومش هتسبقني. افهم الفكرة واعملها. functions ممكن اسميه فانك برضو بيعبر عن functions. عندي فولدر يا جماعة اللي هو فولدر اللايبراري، اللايبراريز ده اللي هو بيكون فيه المكتبات، في ناس بتسميه لبس، لبس اللي هي اللايبراريز، براحتك up to you اللي انت عايزه. الاسمين بيعبروا عن المطلوب. طب زي ايه اللايبراريز دي؟ زي انا زي ما قلت لكم زي مكتبه البي اتش بي ميلر، دي مكتبه بتبعت ايميل، شخص حط منتج جديد وشخص عمل كومنت عليه، فبيروح رايح له ايميل جود مورنينج مثلا كذا، في شخص كتب كومنت كذا على منتج كذا بتاعك. دي بستعمل لها مكتبات، مكتبات لان دوال البي اتش بي العاديه مثلا عشان ابعت بيها ميل بتعمل مشاكل، بتروح في السبام، فبضطر استخدم مكتبات مهمه بتساعدني في الشغل. مكتبه مثلا زي البي اتش بي وورد، بحول مثلا معلومات على صفحه وورد اكسبورت على طول. عشان تروح تبرمج انت الموضوع ده من الصفر هتتعب قوي، لكن في مكتبات بتوفر عليك الوقت كتير، يعني ولا عيب ولا غلط ان انا استخدمها لان هي توفر عليا وقت. زي البوت ستراب، ما ده يعتبر فريم ورك، ده مكتبه بتسهل عليك الامور، مكتبه كلاسات كامله، فساعتها في حاجات جاهزه لازم استخدمها. الحاجات دي هكون حاططها في اللايبراري، ما ينفعش احطها ولا في اللانجوج ولا في التمبلت ولا في الفانكشنز لان هي مالهاش علاقه بالحاجات دي. فاصبح عندي الفانكشنز، اللانجوج، اللايبراريز او اللبس، والتمبلتس. عندي دي الحاجات الاساسيه في اي مشروع، وعلى حسب طبعا المشروع بتاعك وعلى حسب المكونات بتاعته. يعني طبعا في مشاريع قابله للزياده، في مشاريع ما فيهاش مكتبات قابله للنقصان، ان اشيل اللايبراري ده ملوش لازمه، لكن صعب قوي ان انا اشيل التمبلتس لان هي دايما هيكون في الهيدر والفوتر والكلام ده. ممكن اشيل اللانجوج لو الموقع لغه واحده مش محتاج خلاص لانجوج. فانكشنز صعب، في لازم اكتب مليون فانكشنز في موقعي، فبالتالي هيكون في فولدر للفانكشنز، ما اكونش مثلا حاطط رامي الفانكشنز بره، ملهاش لازمه، مش هتبقى كويسه. لو انا يا جماعه مشروعي كبير جدا ممكن يكون عندي فولدر اسمه موديولز. الموديولز ان الشخص بيعمل موديول للمشروع بتاعي بحطه جوه الفولدر ده، بيجي الابلكيشن بتاعي بيقرا الموديول ده اوتوماتيك من الفولدر ده. على حسب، يعني عايز اقول لكم ان في مشروع الاستراكشر ده بيزيد، في مشروع الاستراكشر ده بيقل. طيب عملنا الانكلودز، عملنا اللاي اوت، عملنا فولدر الداتا. فولدر الداتا يا جماعه اللي هيكون فيه البيانات بتاعتي. الداتا هيكون جواه ايه؟ هيكون جواه مثلا الابلودز، الابلودز اللي هي الصور. انا عندي صور المنتجات، هرفع انا صور المنتج هتتحط جوه ابلودز هنا. ابلودز ده انت ممكن تسميه فايلز زي ما تحب، ابلودز، فايلز، اب تو يو. عندي انا حاجه تاني ممكن استعملها اللي هي الكاش. لو انا بستخدم نظام الكاش هحتاج ان انا اعمل فولدر للكاش يكيش فيه الصور والحاجات دي كلها. عندي فولدر اسمه لوجز، اللوجز ده مهم ان انا ممكن اصدر لوج كل شهر في ملف تكست ما يكونش في الداتابيس، سجله هنا، وعن طريق هنا انت تروح تقرا اللوج ده وتشوف ايه اللي فيه او تستدعيه باي برامج من برامج اللي بتقرا اللوجز، يعني زي ما تحب، اب تو يو. طيب
عملت انا الحاجات الاساسيه في مشروعي، وعندي فولدر مهم برضو جدا اسمه دوكس. الدوكس ده يا جماعه مش ملف، مش فولدر تشغيلي، ملوش علاقه بالموقع ابدا. الدوكس ده عباره عن الدوكيومنتيشنز الخاصه بالمشروع بتاعك. الدوكيومنتيشنز ده مهم ليك ومهم للناس اللي تشتغل بعديك في المشروع، مهم لكل كل حاجه فيه مهمه. الدوكيومنتيشنز هيكون مثلا انت عملت فانكشن معينه وحطيت الدوك بتاعها هنا، عملت فانكشن كذا الدوكيومنتيشن بتاعها اسمه كذا، اقول ان فانكشن دي فيرجن 1 بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بعد فتره ومثلا استخدمت كذا فيها عشان كذا، وبعد فتره تيجي تشوف الشخص يشوف الدوكيومنتيشن دي يعرف انت عملت كده ليه، يحدث فيها، يعمل فيها الاصدار التاني، يكتب ملحوظه، مش عارف ايه. الدوكيومنتيشن مهم جدا جدا جدا، لكنه طبعا ملوش علاقه بالمشروع، يعني مش ملف تنفيذي، كلها ملفات تكست. يعني مشاريع كتير لو شفتها على الجيت هاب وفي اماكن كتير، تدخل تلاقي جوه المشروع الدوكس، يعني تقول له امكانيات الموقع، امكانيات الابليكيشن، محتاج بي اتش بي اصدار كام عشان مثلا تنزل البرنامج ده، محتاج داله ايه تكون مفعله، محتاج داله ايه تكون مقفوله، وهكذا. يعني الدوكس مهم جدا عشان تكونوا عارفين كده. يا جماعه عملنا الاستراكشر الاساسي الخاص بالمشروع، ولسه طبعا في المستقبل لما نكتب افكارنا ولما نعمل المكتبات اللي هنستخدمها، هتلاقوا ان الحاجات دي ممكن تنقص ممكن تزيد زي ما قلنا، بس فكرة الدرس ان انت تعرف يعني ايه استراكشر وتبنيه صح. علشان تقرا شوية مقالات في جوجل عن الموضوع ده وتتعلم منه كويس، ممكن تكتب how to organize your PHP project structure. لو كتبت الجملة دي في جوجل او بحثت عن how to organize your project structure، هيجيب لك شوية يعني مواضيع ومقالات جميلة جدا، هتوريك فكرة برضو ان انت ازاي تبني البنية الخاصة بالمشروع بتاعك قبل ما تبدأ تبرمج فيه. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وشكرا.